اليوم جيت نصيق معاكم في اليوتيوب، جيبوا لك الرطه اليوم نشتف عليكم. انا غادي نهضر على جوج الناس ما فهمتهمش. انا دابا اللي بقاو بلا خدمه بلا شغل بلا مشغله، قال لك حقا حقا خرجنا كنتعطاو. فين كنتو شحال هادي؟ المفروض كتعرفوا اسرار بعضياتكم. شحال هادي قلت ما يدار، قلت المحتوى، كنتو مغيطات، علاش ما تعطيتوش؟ شحال هادي تخدمي لي بنتي الاخرى؟ كتقول لي تخدمي لي بنتي الاخرى. ولكن شغنقول لكم، غنقول لكم واحد الحاجه، انا كنعطي النصيحه اللي وحده باقي النقطه ديالها. تنقول لك فاطمه الزهراء، كنقول لك ديري عقلك، لان داك الطريق اللي راكي غاديه فيه دوزوني منو، انا راكي هابطه، عرفتيني انا هابطه وماشي هابطه في الدروج، مهبطينك في الدروج، مهبطينك مرمدينك شارلينك، سمعتيني انت بالضبط فاطمه الزهراء. عندك يتلعب بك كيما تلعب بينا ويجروك للحضيض، بقيت تجري معاهم في المحاكم. وقالهم من بعد ما دازت نهار ثلاث وخداو الصدمه وتلعب لهم القلب، تسالاو اللي غيشكي بيا ويستفزوك ويطيحوك في الفخ، مرمدوك في الوسخ. انا عارفك لاله مولاتي، عارفك يا بنتي، ماشي بحالي انا كاركتيري وشخصيتي، ماشي بحال كاركتيرك انت وشخصيتك. انت لا طلع لك الدم غادي تخرجي داك الاسره كامل اللي انت عارفه وانا عارفه، داكشي بوجيده وما جاويره راك عارفه بخوخو تخوخو غادي تخرجي تخويه ما تحشميش. انا واخا عارفه كنقول ما كاينش انت غتبديهم بالتصاور مشكل وبالاسماء، ويلي ويلي فضيحه ما بعدها فضيحه. شوف كلامي انا بعدا غضربي لهم الضر اللي ما عمر شي واحد قدر يضرب لهم، داكشي بالتصاور وبالتكتيك مشخ. ولكن مع ذلك رغم ان عندك داك الاسلحه القويه اللي غتضمري بها بنادم تجيبي له تمام الحضيض، ما تمشيش في الاتجاه اللي بغاو المحاكم. انت بدات ما تقديش عليهم، كنعطيك انذار، نتمنى تسمعي كلامي ولا نجبت لك ودنيك. ولكن شتي في الحقيقه اللي غندير لك فاطمه الزهراء الا ما سمعتيش الهضره، غادي ندير لك شتي ديال المعقول في الواقع.